الحقيقة وأنا جاية كنت محتارة نتكلم مع بعض في إيه النهاردة، إيه أبرز حدث سواء عالمي عربي أو محلي ونسلط عليه الضوء. وفي لحظة حسيت إنه الوضع حقيقي في العالم كله متشابك ومتشابه في نفس الوقت. يعني على سبيل المثال عالميا الكل خايف ومترقب، العالم كله بيحاول يحتوي ويتدارك الآثار المترتبة على جائحة كورونا. على الصعيد العربي للأسف يعني طبعا في انقسامات وصراعات، وكمان بيحاولوا يتداركوا الآثار المترتبة على طبعا بسبب جائحة كورونا. طيب بالنسبة لمصر الوضع ايه؟ الوضع كالتالي، احنا كمان بنحاول نتدارك الآثار المترتبة على مصر بسبب فيروس كورونا. عندنا صراعات وعندنا تحديات كبيرة جدا، والوقت دقيق جدا وظروفنا حرجة جدا، سواء اتكلمنا عن بلد بتواجه الإرهاب من الشمال، بلد بتواجه كمان يعني خلينا نقول مشاكسات من الغرب، وأيضا تعنت من الجنوب، ده غير بقى كمان يعني أزمة اقتصادية بنمر بيها. أول ما لقينا نفسنا بقى كده يعني بنتدارك الموقف وبنشم نفسنا وهنبتدي يدوب نشوف يعني الثمار اللي جنيناها من التزامنا الفترة اللي فاتت يعني موقف الاقتصادي الصعب اللي عدينا بيه، لقينا فجأة نفسنا أمام جائحة وأمام يعني فيروس حتى المعلومات عنه مش موجودة، فيروس كورونا. وبعدين فجأة كده لقيت أنه في لعبة زمان كنا بنلعبها أو موجودة غير دلوقتي، وهي لعبة أوجد الاختلافات ما بين الصورتين. لقيت أن في تشابه طبعاً بما أن احنا بنواجه أثر كورونا وكورونا والصراعات اللي موجودة وكل الكلام ده، لكن لقيت حقيقي اختلاف كفيل أنه يخلينا نتشرف باللي مصر وصلت له وحققته في التوقيت ده. مصر مش بس أدارت أزمة مركبة زي أزمة كورونا بمنتهى الهدوء والحزم والثبات، مصر مش بس بتواجه صراعات خلينا نقول دقيقة في وقت حرج، مصر بتبني وبتعمر وبتصنع، بتفتتح مشروعات عملاقة جديدة، ومؤخراً إقامة انتخابات الغرفة الثانية في مصر مجلس الشيوخ، وده كان وسط متابعة أكبر وأهم الوكالات والصحف العالمية كمان. أكيد كل ده مشرف جداً، بس الحقيقة اللي زادني شرف وفخر هو حرص مصر وسط كل ده على لعب دورها وعلى القيام بواجباتها تجاه جيرانها وأشقائها. أكيد كلنا تابعنا امبارح وصول الموجة الرابعة من الجسر الجوي المحملة بالدقيق لأشقائنا في لبنان، وفي نفس اليوم تابعنا زيارة رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد لجنوب السودان، وافتتاحهم للمركز الطبي المصري بجوبة وتوجيه الرئيس السيسي بتقديم الدعم الطبي اللازم لجوبة، ده غير المساعدات المختلفة اللي تابعناها في الفترة الحرجة اللي فاتت. هو ده تحديد الاختلاف ما بين الصورتين. أتمنى إن إحنا دايماً نبقى مركزين وعارفين الفرق ما بين الصور، أتمنى إن إحنا دايماً نعرف قيمة هذا الوطن ونعرف كنا فين وصلنا لإيه. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.